شفنا بمناسبة الطاقة الشمسية حقت السيارات من ضمن مشروع في الكلية في الجبيل، من ضمن مشروع تخرج أحد الطلاب تحويل سيارة أخلوها تشتغل بالطاقة الشمسية. هذه خلايا شمسية، والسيارة المفروض أنها ممكن تمشي خلاص بدون بنزين، وهذا اللي شغالين عليه كثير من المصانع في حول العالم، وتسلا السيارة قاعدة تمشي بالكامل فقط باستخدام الطاقة المتجددة التي لا تنتهي ولله الحمد، اللي هي الطاقة الشمسية. وهنا عندك طبعا تعبي البطارية، فعندك هنا البطارية متعبية 100%. الشباب فيهم خير، اهو يبين انه ما شاء الله الشباب عندهم يعني الامكانيات انهم يسووا اشياء زي كذا. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. سيارة بالطاقة الشمسية، بس المشكلة لازم تفتح الباب من برا. ما علينا،